وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه لفريق نادي طنطا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. الحمد لله تمام. في البدايه طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله، مباراه بكل تاكيد يعني ان شاء الله يكون فيها النادي الاهلي موفق. مباراه فريق طنطا فريق محترم بيقدمه مع المدرب ايمن مزين اداء كويس جدا الموسم دوت. يمكن هم لعبوا 12 مباراه اتعادلوا 7، كسبوا مباراه واحده بس، خسروا 4، دخلت شباكهم 14 هدف واحرزوا 11 هدف. ده اللي احنا هنتكلم فيه في نقاط القوه والضعف. يلا خلينا نتفضل. نقاط القوه بتاعتهم، هم مسجلين 11 هدف في 12 ماتش لعبوهم في الدوري، وبالتالي ايه ال 11 هدف، ايه السر بتاعهم عندهم؟ الضربات الثابته والضربات الركنيه، بيحفظهم في التدريبات على الضربات الثابته والركنيه. لو بصينا ازاي هم سجلوا ال 11 هدف هنلاقي 3 ضربات جزاء، 2 ضربات ركنيه، 2 ضربات ثابته، 2 تمرير طولي في العمق، و2 كرات عرضيه من الجبهه اليمنى. اذا في شغل بيتحفظ نقلق النهارده شويه من الضربات الثابته والركنيه، ناخد حذرنا من الضربات الركنيه والضربات الثابته عند فريق نادي طنطا، والتمريرات الطوليه والكره العرضيه. هو النهارده كمان بادئ باحمد سالم صافي، هو مفاجاه التشكيل. يعني هو بيلعب طريقه لعب نادي طنطا 4-3-2-1، نفس اللي قدامنا كده على الشاشه بالظبط. علي فرج ومحمود مسعود والعشري، الشاذلي باك يمين، ايهاب سمير باك شمال، والثلاثه اللي في النص وليد عادل وحسام غالي والشناوي. وليد عادل هو اللي بيكمل، هو اللي عمل هدف واسيست في مباراه نادي الزمالك، او جاب الهدفين في مباراه نادي الزمالك اللي فاتت. احمد سالم صافي هو اللي هيلعب في المساحات اللي ورا علي معلول، والناحيه الثانيه احمد الالفي يعتبر اكتر لاعب عندهم عامل اسيستات، 3 اسيست الموسم ده، وقدام محمد ماجد قنش كمهاجم وهمي. تمام. هو يمكن ذكاء الحقيقه من الكابتن ايمن المزين ان هو بيلاعب احمد سالم صافي في من بتروجيت، في لعيب خبره ولعب طبعًا في الحرس ولعب في المصري، لعب بتروجيت وبيتميز بالسرعه وهيستخدمه في الحته اللي ورا علي معلول. اهم نقاط الضعف بقى، نقاط الضعف بقى عندهم مشكله واضحه في العمق، في عمق الملعب، في عمق الملعب. يعني كل الاهداف اللي دخلت فيهم لو بصينا، يعني قبل النقاط الضعف، يعني قبل اول اهم نقطه ضعف عندهم ان هم بيدخلوا الماتش متاخر. الفرقه الوحيده في الدوري اللي ما سجلتش ولا هدف في اول نص ساعه اوكي طنطا. وغير كده استقبلوا 7 اهداف من ال 14 اللي دخلت شباكهم في اول نص ساعه، في اول نص ساعه، وبالتالي دي نقطه ضعف. يعني اول نص ساعه عندهم مشكله، بيدخلوا التحضير بتاعهم للمباراه ممكن ما يكونش جيد، بيدخلوا عندهم قله خبره. فاحنا نقدر نستغل اول نص ساعه تحديدا، مش مسجلين ولا هدف في اول نص ساعه في المباراه اللي لعبوها، واستقبلوا نص اهدافهم في النص ساعه الاولى. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه عندهم مشكله واضحه في العمق، النقطه الفنيه لو بصينا ازاي، قلوب الدفاع يعني ولا عمق الملعب؟ عمق الدفاع، عمق الدفاع. عندهم الاثنين المساكين عندهم مشاكل دفاعيه سهله تفوت منهم واحد على واحد. لو بصينا حتى هنلاقي تمرير طولي في العمق واختراق من عمق الدفاع 6 اهداف من الاربعه. أيوة. دي اول مشكله، دي اول صوره. هدف لنادي مصر في شباك جت من خلال تمرير طولي في العمق، عندهم بطء سهل ان انت تفوت. ده هدف تاني هو من العمق، ده هدف نادي اسوان محمد صباحي. هي فكره العمق سواء تمريرات طوليه او اختراق او ان انت تراوغهم، يعني ده برضه هدف تمرير طولي اهو في العمق في المساحه اللي ورا الباك اليمين، تعتبر سواء هي تمريرات او ان انت تفوت عليهم في واحد على واحد اهو. طيب. برضه ده هدف تاني في العمق. حاجه تانيه غير الدفاع. عندهم مشكله برضه في الكرات العرضيه جوه منطقه الجزاء، عندهم مشكله. هي المشاكل عندهم في قلبين الدفاع، بطاء جدا في الحركه سهل تفوت منهم في واحد على واحد. التمركز في الكرات العرضيه النهارده سلاح مهم جدا، العرضيات من محمد هاني وعلي معلول سهل جدا ان انت، يعني مهم جدا ان انت يكون عندك عمق هجومي النهارده. طيب خلينا نروح بقى للمقارنات، نبدا بمقارنه كابتن ايمن المزين ومستر ريني فايلر. يمكن كابتن ايمن المزين متولي المهمه من 28 اكتوبر 2018، فايلر 31 اغسطس 2019. كابتن ايمن لعب في الدوري 12 مباراه، ما كسبش غير ماتش واحد وتعادل 7 وخسر 4، دخل شباكه 14 جول احرزه 11 هدف، حافظ على نظافه شباكه 4. اما النادي الاهلي طبعا لعب 10 كسب ال 10، لعيبة النادي الاهلي مسجلين 28 هدف تحت قيادة ريني فايلر بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، دخلت شباك النادي الاهلي هدفين الموسم ده، حافظ على نظافة شباكه 8 ماتشات من 10. طيب خلينا نروح بقى لمقارنة حسين الشحات واحمد فهمي لاعب نادي طنطا. الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا، احمد فهمي النهارده بيغيب وبيخش مكانه احمد سالم صافي. ده اللي احمد فهمي هو اللي كان بيلعب قبل انضمام احمد سالم صافي. حسين الشحات طبعا 27 سنة، لعب 8 مشاركات الموسم ده ب 613 دقيقة، مسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وعودته بالتأكيد هتفرق كتير جدا مع النادي الأهلي. أعتقد إن هي تحضير للقادم، طبعا تحضير لمباراة النجم الساحلي.
طيب مجدي قفشة وعبد الرحمن لاعب نادي طنطا. عبد الرحمن الدح ومحمد مجدي قفشة. عبد الرحمن الدح هو هداف نادي طنطا في الدوري، واحد من ابرز اللعيبه الصاعده، ممكن ينضم للمنتخب الاولمبي. يمكن هو عنده 21 سنه، بيلبس رقم 99، قفشة 19. طبعا قفشة واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي الموسم ده، مسجل 3 اهداف و4 اسيست وحصل على ركله جزاء. فبالتالي مساهم في كام هدف؟ 8 اهداف الموسم ده. تمام. عبد الرحمن الدح هو الهداف بتاعهم، مسجل 3 اهداف الموسم ده مع طنطا، منهم ضربتين جزاء. طيب خلينا نروح بقى لاخر مقارنه، عمرو السوليه وحسام غالي. لاعبي الارتكاز هنا ولاعبي الارتكاز هنا، طبعا عمرو السوليه لاعب ارتكاز النادي الاهلي وحسام غالي لاعب ارتكاز نادي طنطا. حسام غالي 27 سنه، لعيب خبره برضو، لعب في سموحه ولعب في اكتر من نادي، 11 مشاركه الموسم ده، عمل اسيست واحد في 953 دقيقه. اما عمرو السوليه 29 سنه، لعب 9 مشاركات الموسم ده، النهارده المشاركه العاشره ليه ب 799 دقيقه، احرز هدف وسجل هدف. تمام. اذا خلينا، انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هلتقي كابتن ناصر عباس يكلمنا سريعا جدا عن طاقم التحكيم.